تسمع مني الحديد. حديد خلص من يوم ما هربتوها. في الحلقة القادمة. طب اقطع دراعي من هنا، إن مكان الواد ده قتله قتيل. بعد أن هربت شفيقة، هل رح يلقاها نوفل؟ أنت ما حررتك؟ وشنو اللي ينتظر موسى؟ أنا مش عايزك تسافر غزة يا موسى. موسى الليلة التاسعة بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.